بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. قرأنا بالأمس حديث الرؤيا في تعذيب العصا، وهي رؤيا نبوية شريفة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي، ورؤيا الأنبياء وحي، فحكاها للناس وأولها للناس. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بإسنادنا إليه عن مشايخنا، وبإسناده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليل رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخله في شدقه. دي زيادة في إيه؟ في رواة الحديث. موسى ده التبوزكي أحد مشايخ الإمام البخاري. فقال بعض أصحابنا عن موسى، ده في وسط الإسناد يعني، وليس من كلام النبي. دي جملة معترضة، أنه يدخله في شدقه، يعني يدخل هذا الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، تتوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر، قال يزيد بن هارون ووهب بن جرير عن جرير بن حازم، أيضا دي جملة معترضة بأسانيد للرجال، وعلى شط النهر رجل بين يدي حجارة، بدل وسط النهر قالوا على شط النهر، رجل بين يدي حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة
فأدخلاني دارا هي أحسن منها وأفضل فيها شيوخ وشباب، فقلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب بفتح الثاء هكذا، المصريين يحبوا يقولوا الثقب بالضم، لغتنا احنا كده المصريين، لكن هي الفصيحة فيها الثقب، وإن كان فيها لغية بالضم، بس إيه الفصيح والرواية بالفصيح الثقب، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر فآكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت الجنة، حق يقول والدار الأولى التي دخلت، بس أنا عندي دوء بالتاء الضم يبقى صلح كويس، والدار الأولى التي دخلت، لأن الخطاب للنبي، الجنة دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذلك منزلك، فقلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. قرأنا بالأمس تعليق الشيخ حتى وقفنا على قوله، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ما هذا؟ قال انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على الكلام على هذه الألفاظ كما تقدم أولا، وكذلك تلك البحوث، هل ما رآه عليه السلام حقيقة أو تمثيلا، في كل وجه يتكرر البحث فيه، إما هو تمثيل أو حقيقة، زي ما قال قبل كده في السابق إن ده مثال لما يحدث في عالم البرازخ، أو هو حقيقة أنه كشف له عن بعض عن قبر أحدهم الذي يفعل به ذلك، تحتمل هذا، فإذا كشف عنه عن قبر أحدهم يبقى حقيقة، وإن لم يكن في قبر أحدهم بل هو مثال، لأنه قد يفعل هذه المعصية عدد كبير فيكون في قبور كثيرة بهذه الصورة، واخد بالك، فيبدو أن هي تمثيل أكثر منها حقيقة، يعني نماذج لعذاب القبر على وفق معاصي الإنسان. والجواب علي حد على حد واحد، فإن القدرة لا تعجز عن شيء، يعني القدرة لا تعجز أن تريع الحقيقة ولا تعجز أنها تريه مثالا، فقدرة الله، الله على كل شيء قدير، أدي المعنى، يعني فحولتها على هذا فقدرة الله تشملها، وإن أولتها على الحقيقة فقدرة الله أيضا تشملها. وقول على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم، على شط النهر رجل بين يدي حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. الكلام على ما فيه من أمر عظيم، من أمر عظيم القدرة كما تقدم، وما فيه من حذف بعض الألفاظ للدلالة عليه كالكلام على ما كان قبل، والحذف الذي هنا قول رمى الرجل في فيه، ولم يذكر الذي على حافة النهر، وإنما حذفه لدلالة الكلام عليه، هو قال الرجل، يعني كأن الألف واللام للعهد، يعني الرجل اللي جنبه الحجارة هو اللي رماه، فما ذكروش بقى تاني، وذكروا أولا ثم حذفه ثانيا للعلم به. والحذف الذي هنا قول رمى الرجل في فيه ولم يذكر الذي على حافة النهر، وإنما حذفه لدلالة الكلام عليه قبله، ولأن فيه الألف واللام وهي للعهد أي الرجل المعهود وهو المذكور قبله، وفيه حذف آخر وهو قوله كلما جاء ليخرج رمى فيه
وسكت عن ذكر الرجل وموضعه، وإنما سكت هنا أيضا عنه لما دل عليه الكلام أولا، لأنه لم يذكر في القضية إلا رجلين لا ثالث لهما، وبين موضع كل واحد، فإذا ذكر ما فعل بالواحد لم يفهم أنه فعله، ما فعل بالواحد لم يفهم أنه فعله إلا الثاني. وهنا بحث، وهو لما كان من تقدم قعودا لا يتحركون، وهذا يخوض في هذا النهر. الأولاني اللي بيشق شدقه الكذاب ده قاعد، والتاني اللي بيضربه على دماغه راقد ما بيتحركش. طب اشمعنى ده بقى بيخوض في النهر وبيتحرك؟ فهمت؟ ادي اللي هو عايز يسأل يعني السؤال. وهذا يخوض في هذا النهر ويرجع يعني بيتحرك رايح جاي يعني. فالجواب أنه لما كان الذنب الذي أوجب هذا هو أكل الربا، والربا في هذه الدار لا يكتسب في الغالب إلا بالذهاب والرجوع، فكان عذابه من ذلك الجنس. وكونه دما إنما كان ذلك كذلك، لأن الدم ثخين ثقيل، والخوض في الشيء الثخين الثقيل من أتعب الأشياء. ثم زيد لذلك التألم بريحه، ثم زيد لذلك رمي الحجر في فيه، لأن به كان يأكل الربا يعني بفمه يعني. فكان ذلك عذابا على عذاب مضاعف. ثم انظر إلى قدرة القادر كيف تزيده الآلام إذا أراد الخروج، ثم إنه مع ذلك لا يقدر أن يقف في ذلك الموضع حيث هو لشدة ما هو فيه، فيروم لعل راحة فيزيده بلاء على بلاء. يعني كل ما يجيله أمل أنه هيطلع يوم يضربه يرجع تاني من حيث بدأ، وبعدين ربنا يجدد فيه الأمل أنه يحاول يطلع تاني. مش ييأس بقى الإنسان بالتجربة، خلاص بقى مرة واتنين مش نافع يسكت بقى، لا، ده ربنا اللي يزيده الألم يجعل فيه الأمل باستمرار أنه ممكن يرجع، علشان يعاني الخوض في الدم ويعاني الرمي بالحجر مرة أخرى. فكل ذلك حتى يزيده ألام. لكن لو كان في عقله الدنيوي العادي كان يعملها مرة واثنين والتالتة كفاية بقى، ما خلاص عرفنا انها مش نافعة، فكان يقعد ساكت وخلاص. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى عشان يزيله الألام ويجدد عليه الألم. كما قال: بالبعد أشقى وبالقرب لا أستريح، فما هي إلا الآلام تتأكد وتقيح. وقول عليه السلام: قلت ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان ورجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. الروضة الخضراء هي أحسن الروضات، وهنا تحققنا أن هذا تمثيل لا حقيقة، لا حقيقة الموضع، لأنه ذكر بعد أن هذا الشيخ إبراهيم عليه السلام والصبيان أولاد الناس، وذكر عن الرجل الذي يوقد النار أنه مالك، والكلام على توجيه البقعة والشجرة وما معناهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم ذلك في آخر الحديث. وقوله عليه السلام: فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها. هذا من أكبر الأدلة على أن أمور الآخرة لا تطيق العقول فهمها إلا بعد علم أشياء عديدة وتوفيق ونظر في مثل هذا المثال الذي جعل فيه الشجرة طريقا إلى الدار. يعني أنت في الدنيا ما ينفعش تبقى الشجرة طريق لدار كبير، تصعد في شجرة تقوم تلاقي دار، يعني شيء لا يتصوره العقل في الدنيا، فيبقى الآخرة يعني فوق تصور العقول. هذه معنى كلام الشيخ. وعشان كده النبي لما بيوصف الجنة يقول إيه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله عليه السلام: فيها شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة، في دليل على أن هذه الدار الأولى كانت في بعض الشجرة، ويؤخذ ذلك من كونهم حين خرجوا من الدار صعدوا في الشجرة، استمروا في الصعود في الشجرة دلتهم على دار تانية. وقوله: فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، قلت: طوفتماني الليل فأخبراني عما رأيت؟ قال: نعم، الذي رأيته يشق شدقه. قد تقدم الكلام على هذا أولا، غير أنه ما ذكرناه هناك
من الشق وكان مضمرا عاد هنا ظاهرا، وعاد الإدخال الذي كان هناك ظاهرا هنا مضمرا. وقوله إلى يوم القيامة يعني فكذاب يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة هكذا لا يفتر. كونه يقول له يصنع به إلى يوم القيامة يبقى ده عذاب قبر، يبقى معناه ده عذاب قبر، دي عذاب في البرازخ. لا يفتر زائدا على ما له يوم القيامة من العذاب الأليم. ونحتاج هنا أن نعرف الكذب الذي هو هذا عذابه، فنقول والله المستعان أن الكذب ينقسم على 5 أقسام، منه واجب وصاحبه مأجور، ومنه مندوب وصاحبه مأجور أيضا على ما أبينه بعد، ومنه مباح ولا أجر فيه ولا إثم على قائله، ومنه حرام وهو الذي عليه هذا الوعيد العظيم، ومنه مكروه. فأما الواجب في كذب واجب وكذب مندوب وكذب مباح وكذب مكروه وكذب حرام، اللي عقوبته كده ده الكذب الحرام. طب في كذب واجب هيديك أمثلة. فأما الواجب منه فهو أن تعرف شخصا في موضع ويسألك عنه من تعلم أن يسفك دمه ظلما وعدوانا، فيتعين عليك في هذا الموضع الكذب وتقول لا أعلم، وإن أحلفك تحلف وتوري في قلبك بأن تقول أعني موضع قعوده أو هل هو واقف أو مضطجع، فإنك لا تعرف في أي موضع هو الآن من البيت الذي هو فيه، هل في الزاوية اليمنى أو اليسرى أو وسط البيت أو في موضع الحاجة، لأنه من يحلف على غير حق عليه اختلف العلماء فيه هل اليمين على نية الحالف أو على نية المحلوف له، على 3 أقوال، على نية الحالف، على نية المحلوف له، على نية الذي أرادها أولا، ولم يختلف أحد منهم على أنها إذا كانت على حق عليه على نية المحلوف لقوله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المحلوف. فإن صدق هنا ودله عليه كان قد شارك في قتل مسلم بغير حق، وقال صلى الله عليه وسلم من شارك في قتل مسلم ولو بشتر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه آيس من رحمة الله. وما أشبه هذا النوع فالكذب فيه واجب، ومن فعل واجبا كان مأجورا. المثال إزاي أشرحه لك بقى باللغة بتاعتنا، هو بيقول لك لو كنت أنت عارف مكان إنسان مظلوم وجاء هذا الظالم الذي يريد أن يسفك دمه ظلما سألك أين هو، فوجب عليك ألا تخبره عن مكانه وإلا تكون شاركت في سفك دم بظلم، واضح؟ طيب افرض حلفك يقول لك تحلف وتقول لا أعرفه وتعين في قلبك يعني لا أعرف موضعه في بيتي الآن، هل هو في حجرة النوم في دورة المياه، علشان ما يبقاش كذب حرام صرف، يعني يبقى في نوع من التعريض حتى لا تكذب صرفا يعني. طب وهل الكذب على نية الحالف ولا على نية المحلوف ولا على نيتهما معا؟ خلاف بين العلماء، إلا أن يكون على حق فيكون على نية المحلوف قولا واحدا. فهمت بقى المسألة؟ ايه بقى دي؟ دي لعب. اول امبارح جات لي عيانه عندها سكر وحامل عندها 27 سنه بتلعب بتاعه اللي بتنفجر دي اللي هي بتاعه، انفجر في ايدها طير 3 عقل وهي حامل في الرابع وعندها سكر وتكاد يجي لها غرغرينه في ايدها والله يعني. والنبي نهانا عن اللعب بالنار، اللعب بالنار حرام، فأنا مش عارف أنا الناس ليه بتعمل كده، فده مش لعب يعني. ومن 2 سنين جالي واحد عينه طايرة والله بسبب الحاجات دي، طفل صغير عنده 12 سنة طارت منها شظية كده دخلت في عينه وهو قاعد بيلعب بتاع اللي يسموها حرب أطاليا دي ولا مش عارف ايه الصواريخ دي. فنرجوك اللي عنده أطفال ما يلعبش بيها، وإذا كان هو طفل ما يلعبش بيها، وإذا كان هو راجل كبير بس مخه طفل برضه ما يلعبش بيها. فنرجوكوا يا جماعة، مشكلة يعني. فأنت لما تيجي تحلف وحد يحلفك، هل بتحلف على نيته هو ولا بتحلف على نيتك أنت ولا بتحلف على الاثنين؟ 3 أوجه. لكن إلا أن يكون الأمر متعلق بحق
عند القاضي فيبقى على نية المحلوف له. واضح؟ فهمت بقى المسألة الحكم؟ فلو صدق هنا يبقى شارك في سفك دم مسلم. لو قال له اه ده هو هنا ويجيب لك الايه بعض الصالحين الاولياء كان عهد الله الا يكذب ابدا، زي سيدنا عبد القادر الجيلاني خرج من بيتي وهو صبي صغير وامه بعتته الى بغداد لانه هو اتولد في جيلان، بعتته بغداد عشان يتعلم وحطت له صرة فيها مال وكانت عارفة انها مش هتقابله تاني. فايه قالت له عدني الا تكذب ابدا، فوعده وماشي في الطريق طلع عليه قطاع طرق، فالراجل ايه مسك اموال كل الناس كلها ياخد منهم الاموال لحد ما جت دور عليه فبيقول له اين مالك؟ قال معي في صرة وضعتها أمي تحت ثيابي. قال له وما الذي دعاك أن تخبرني بذلك؟ قال لأني عاهدت أمي ألا أكذب. قال أنت تعاهد أمك ألا تكذب وأنا لا أخاف من عهد الله، فكان سببا لتوبته، فأرد كل الأموال للناس اللي خدها منه وتاب. دي بركة الأولياء بقى، دي شغلانة تانية. فهمت إزاي؟ فمش كل واحد يعرف يتأسى بهم، دي بركة الأولياء دي حاجة تانية، لأنه كلما صدقت مع الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن عموما لما يبقى في سفك دم ظلم وانت عارف المظلوم ده فين والظالم جاي يقولك، وجب عليك ألا تخبره، فإن حلفك تحلف والله لا أعرف أين موضعه الآن، وتقصد في قلبك إنك ما تعرفش هو نايم على السرير ولا في المطبخ ولا في الحمام ولا في أي حتة، وتبقى أنت كده صادق بينك وبين نفسك، وفي نفس الوقت يبقى بتحلف على نيتك لا على نيته. ليه؟ ليه خليناها كده؟ لأنه هينبني عليها سفك دم حرام. فهمت بقى الصورة؟ ليه؟ لأنه من الحديث بيقول إيه؟ من شارك في قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه آيس من رحمة الله. يعني بنقول الكلام ده ليه؟ على الناس اللي بتدعو للمليونيات. الوقت ثبت ان ما لا تنتهي مليونية الا وناس تقتل وناس تجرح، ده ثبت بالدليل القاطع. هات لي مليونية واحدة انتهت بلا جراح. احنا بقالنا الوقت سنتين عايشين في مليونيات ما شاء الله، لدرجة ان احنا نكاد نصدر المليونيات الى الخارج ونجيب عملة صعبة، يعني ما بننتجش الا مليونيات وتوقف الانتاج في كل من نواحي الحياة. طيب هل يوجد مليونية انتهت بالسلام؟ لا توجد. أقل ما تنتهي بتكسير بعض السيارات وتكسير بعض المحلات، وهذا تضييع أموال الناس. أقل ما فيها قطع الطرق على الناس وتعطيل الناس، وكم من مريض يقطع الطريق ولا يستطيع أن يصل إلى مستشفى. فكل دي على شكل الواحد يتقي الله في مثل هذه الأمور. فهمنا بقى صورة من إيه؟ من الكذب الواجب. لكن لما تحلف ما تحلفش برضو كذب صرف، احلف على نيتك. فهمت ازاي؟ واما المستحب في كذب مستحب، فالكذب في الحرب مع نزيله لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. يعني وانت بتحارب واحد وبتبرزه، الحرب دي خلاص انتهت، الحرب دلوقتي حرب عشوائية، بترمي القنبلة تموت الحيوان والنبات والإنسان والمدني والشيخ والصغير والكبير، فأصبحت إيه حرب خسيسة. فهمت؟ أسلحة كلها خسة. لكن الحرب زمان كانت حرب فيها نوع من إيه من الفروسية، لا تقتل إلا من يقاتلك وتمتنع. فبيقول لك أحيانا أيام الحروب اللي فيها نبل وفروسية كان يقول لك ممكن تخدع نزيلك اثناء ما بتحارب، تيجي مثلا بتحارب وقاعد تقوم تقول له في واحد جاي وراك، يقوم يجي يبص وراك تروح انت مديله. فهمت ازاي؟ ده نوع مستحب لانك بتدفع عنه ضرر. او تقول له مثلا ايه ده السرج بتاعك مفقوك، حزام السرج، يقوم يلتفت كده تروح مديله على قفاه.
واخد بالك ازاي؟ زي الاطفال لما بيلعبوا يقولوا شوف العصفوره. نفس الحكايه، وهو مفيش عصفوره. فايه، فده الكذب ده في الحرب بقى لما يبقى قدامك نزيل يعني بيخدعك، واخد بالك، يبقى لك انك انت برضه تحاول ايه تخدعه. فالكذب في الحرب مع نزيله، يعني الذي ينازله في الحرب، يعني ينازله يعني يدافعه يبارزه، ادي معنى نزيل. لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، تنفع بتثليث الخاء، فيكون مأجورا لاتباعه السنة في ذلك الموطن. ونحتاج أن نبين هذا الكذب بالمثال من أجل أن تعطيه العهد ثم تقتله وتظن أن ذلك هو الكذب الجاهل. لكن الكذب المندوب ما ينفعش أنك أنت تقول أنا إيه أعطيك العهد بالأمان، فإذا استأمنك ما تقتله، هنا بقى حرام، هنا بقى ده نوع من الحرام، لأن يجب عليك الوفاء بالعهد. فهمت؟ وتظن أن ذلك هو الكذب الجائز في الحرب، وهو أن إن فعلته نقض عهد، ونقض العهد حرام لا يجوز. وقد كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى جيوشه بالأمصار من بلغني عنه أنه قال للعلج مترس، العلج اللي هو الكافر القوي، العلج اللي هو قوي البنية ويكون كافرا يوصف بالعلج، كويس، أنه قال للعلج مترس ثم قتله، قتلته به. ومترس بلغتهم الأمان، الأمان. فمثال الكذب الذي يجوز في الحرب أن يقول لنزيله من ذلك الشخص الذي خلفك، أو ليس وراءه أحد، من أجل أن يلتفت فيتمكن منه، أو يقول له ما بال حزام سرجك محلولا، تريد أن تريني حسن ركوبك، فإما أن يلتفت إلى حزام سرج فيتمكن منه، وإما أن يدخله الشك فيبقى يشتغل بحبس نفسه في سرجه فتقل شطارته لذلك فيكون أمكن منه، وما يشبه هذا النوع. وأما الكذب المباح، المباح اللي هو يعني إيه؟ يعني لا ينبني عليه ثواب ولا عقوبة، كذب مباح. فمثل أن يكون الشخص قد فعل شيئا ونسي أنه فعله فيسأل عنه فيقول لم أفعله، فهذا من قبيل المباح، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، فإذا تجاوز عنه فلا إثم عليه ولا هو أيضا فيه مأجور. فهذه صفة المباح، أعني في عدم الإثم وعدم الأجر في هذا، وأن هذا يسلبه من جميع الأشياء، فهو مباح. المباح أنك أنت تقول ما عملتش، وانت تكون عملت بس ناسي انك عملت، واضح؟ يبقى ده كذب مباح لانك انت قلت ذلك وانت ناسي، واضح؟ يجي واحد مثلا يقول لك عايز اخد منك 1000 جنيه سلف، وانت حاطط مجموعة فلوس في جيبك مش عددها، فتقول له والله ما معيش 1000، كويس؟ فالراجل يصدقك وتنه ماشي، تيجي تعدها تلاقيهم 1100، طب ما انا بس ما كنتش عددها ساعتها، انا كنت شايفهم قليلين كده متصور انهم ما يجوش 1000. فهمت؟ فده اسمه كذب مباح، واضح؟ وممكن مثلا لما يقول لك اديني فلوس لو كان بغير حق، تقول له والله ما معايا فلوس، وتقصد دولارات وانت معاك مصر، واخد بالك، او تقصد يورو وانت معاك استرليني، يجوز هذا في الحالات دي. ليه؟ لانه هياخدها بغير حق. فهمت بقى المسألة؟ فلازم يبقى ذهنك حاضر، المقصد انك انت يكون ذهنك حاضر. انا هدي لك حاجة كده، نقطة لطيفة حصلت معايا. كنت فتح عيادتي لسه جديد، الكلام ده سنة ايه؟ سنة كام يا سيدي؟ فتحت عيادتي سنة 92 بعد ما خلصت الدكتوراه، وانا فتح عيادتي ببابلوق في وسط الدكاترة، وانا لسه بقى بادي حياتي. طبعا اقعد بالاسبوعين والثلاثة ما حدش يجي لي العيادة، كنت اقعد انا وعم صبري الله يرحمه نقعد نقرا قران انا وهو، واجيب كتب، وقاعدين مبسوطين، بعتبر العياده دي اروح استجم فيها، ونادر ما بيجي لي بقى عيان لسه، ما يجراش حاجه، بس انا كنت مبسوط الايام دي. كنت مبسوط ليه؟ لان قريت فيها كتب كتيره وبسطت يعني. فالمهم بعد حوالي 6 شهور من فتح العياده، بصيت لقيت واحد صديقي في الرياض بعت لي مريضه عايزه تعمل عمليه تجميل معينة كده،
العملية دي أنا ما عملتهاش بإيدي خالص كلها، لكن أنا ساعدت فيها كتير وعارف، بس أنا ما عملتهاش ولا مرة لوحدي من أولها لآخرها يعني. فدي جاية بقى عيانة لمضة بتقول لي لو سمحت يا دكتور يوسف، شافاني شاب صغير ما كنتش لسه بقى شبت قوي كده وبتاع، فيعني فهماني إن أنا قليل الخبرة، فهي بقى عايزة تطمئن لأنها عملية كبيرة. فبتقول لي إيه يا دكتور يوسف، أنا استحلفك بالله، أنت عملت العملية دي كم مرة؟ انا لو قلت لها ما عملتهاش ولا مره طارت مني، وانا بقالي شهور فاتح العياده ما فيش عيانين بتيجي، ودي جايه لي باسمي من الرياض يعني، دي نصيبي واخد بالك. لو قلت عملتها كتير ابقى كذاب، ولو قلت ما عملتهاش خالص طارت مني. فقعدت فكرت كده لحظه وانا قلت لها عارفه بقى، لو قلت لك عملتها كم مره مش هتصدقي. والله كده. أم هي تصورت إن أنا بقى إيه يعني عملتها كتير قوي، وطبعاً هي مش هتصدق إن أنا ما عملتهاش خالص. والمهم عملتها لها يعني، وافقت ورحت عملتها لها ونجحت ومشيت كويس. يعني أنا بقول لك المقصد إنك أنت ممكن تقف مواقف معينة تتسأل سؤال، لو قلت هيفوتك فائدة معينة، ولو ما قلتش هتبقى كذاب. فازاي تخرج من تبقى ذكي، تبقى راجل نبيه، فهمت ازاي؟ مش قابله، فهمت بقى ازاي؟ فلازم تاخد بالك من مثل هذه الامور. احكي لك انا نوادر كتيره في الجراحه يعني، انا مرت بيا واخد بالك، نادره اخرى اصل انتوا تحبوا الحكاوي. جات لي برضو عيانه مره، كنت برضو في بدايه حياتي يعني، ما عنديش خبره كبيره، والناس ما عندي ما فيش رصيد عند الناس من خبرتي عشان يتحملوا مضاعفات، واخد بالك، لان لسه بادي حياتي. عارف انت بتبقى قديم اما بيحصل حاجه في العين يقول لك ده نصيب العيان، ما يتهمش في الدكتور، انما بتبقى لسه جديد يقول لك هو السبب، يلبسك تهمه. فالمهم جات لي عيانه نظره مدرسه، وولادها بقى ايه اللي متعلم في الجامعه الامريكيه ومش عارف ايه، ناس بقى يعني بتاع، وجوزها وكيل وزاره، وابنها في امن الدوله موال يعني. فالمهم يعني عندها جويتر، عملت لها العملية حلوة الحمد لله. تاني يوم بغير لها، احنا بنحط خرطوم صغير كده طالع من الجرح علشان نشيله تاني يوم يجيب اي افراز، يسموه درين. فانا جاي بكشف الدرين، لقيتها مدفوسة جوه وانا مش شايفة، وهي الست هتقعد تصوصو وتعيط، وولادها واقفين حوالين السرير، ولو قلت ده انا نسيت حاجه جوه تبقى مصيبه واخد بالك، ولو حاولت ان انا اشدها وادخل ادعبس كده عمياني هتقعد تعيط وتصوت، فموقف محرج من جميع الجهات. فرحت انا ايه عملت ايه، حطيت الغيار، رحت طالع قلت لهم تعالوا انا شايف ان والدتكم ست احساسها بالالم مرهف، فاول غيار في العمليه بيبقى مؤلم، فانا افضل ان انا اعمل لها غيار في حجره العمليات. قالوا لي جزاك الله خير يا دكتور الحمد لله. رحت مدخلها قلت العمليات من سكات، اديت لها حقنه دروختها وطلعت البتاع ومشيت واخد بالك. في مواقف تعرف ازاي تخلص منها بدون ما تجرح نفسك يعني. انا واحد صاحبي حصل له نفس الموقف ده، قال لهم ده انا نسيتها، ده انا مش عارف ايه، سمعته بقت سيئه، وهي اصلا ما بتبقاش خطا من الجراح ده، هي ساعات تبقى البتاع سياره وعملت رقبتها كده وهم بينقلوها فراحت دخلت، ما بيبقاش خطا من الجراح اصلا، لكن الناس هتقول لك ده خطا من الجراح، دي طبيعتهم كده. فانت عموما يعني في مهنتك او في حياتك لازم تكون نبيه، بحيث لا تكذب، وفي نفس الوقت ما تكونش خداع للناس، وفي نفس الوقت ما تسوقش سمعتك بصدقك كمان. ما هو في واحد يقول لك اصل انا ما اعرفش اتلاوع، دي مش لوع، انت كده بتحافظ على سمعتك وفي نفس الوقت بتؤدي مهنتك كويس وما فيهاش لوع ولا حاجه، فهمت؟ انا ممكن الف لكم كتب بقى مواقف حصلت لي ده، لكن مش مشكله، لأن بديك أمثلة للكذب المباح، هو في حقيقته مش كذب واخد بالك إزاي؟ ليه؟ لأنه من باب التعريض، وفي المعاريض مندوح، في المعاريض مندوح. فدي لك أمثلة الكذب المباح دي كتيرة بقى. ربنا يكرم. فهو مباح. وأما المكروه، في بقى كذب مكروه، فهو ما يعد به الرجل امرأته من الإحسان ولا يفي له به،
لقول سيدنا صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله: أأكذب لامرأتي؟ فكره ذلك، فقال له: أعدها؟ قال: أفعل. وقد ذكر بعض الناس أنه إن اشترى حاجة لامرأته ليست بواجبة عليه إلا من طريق الإحسان لها، ويخبرها عن ثمنها أنه بأزيد مما دفع فيها، أنه من قبيل المكروه، لأنه لا يترتب عليه إلا مصلحة نفسانية، وهي كونها تطوعه في كل ما يريد، ولا تترتب عليه أيضا مفسدة كما أخبر في الحديث: من فتح باب ضرر للمسلمين بكذبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من ضر مسلم ضر الله به. مثال ذلك أن يسأل شخص قد جاء من بلد إلى بلد آخر عن سعر ذلك البلد الذي جاء منه، فيخبر أنه أرفع مما هو، فيخطر لأحد أهل ذلك الموضع أن يجلب إليه الطعام لما يرى من الفائدة في ذلك السوم الذي أخبر به الكذاب، فإذا أتعب نفسه وغرر بها وبماله وبلغ البلد وجد السعر ناقصا عما قيل له، فخسر في ماله وتغير حاله وخطره وكثرت عليه المفاسد، وسبب ذلك تلك الكذبة، وهذا ما يشبه هو الممنوع. إيه الأمثلة اللي بيقولها؟ كذب مندوب قال لك على الزوجة في العدة، يعني تقول لمراتك مثلا: ده أنا وأنا جاي النهاردة مريت على محل شفت فستان آخر شياكة، قلت والله هجيب لي واحد زيه، وانت اصلا ما معكش ربع ثمنه، واخد بالك؟ بس ايه، ما رضيتش اجيب لك، خفت علشان انت مش معايا يطلع مش مقاسك. تقوم تقول له: شكرا يا حبيبي، وتنبسط. او هو لا جاب حاجه ولا دفع ولا عمل حاجه، فدي بيبقى من باب العده يعني، واخد بالك؟ زي الراجل اللي قال لمراته: انا مريت على الراجل بتاع الموز فقلت اجيب 20 كيلو موز للعيال، فقالت له: لا كتير قوي. قال لها: يا شيخ خلي العيال ياكلوا. هو ما جابش حاجه ولا كيلو. وكل ده ايه؟ يعني بيخلي الحياه الزوجيه فيها نوع من اللطف كده يعني. فده من الحاجات اللي ما فيهاش مشكله. النوع الثاني المكروه ان ايه؟ وقد يصل الى درجه الحرمه. ادالك مثال هنا ان واحد جاي غريب في بلد فبيسال على بضائع معينه، فالتاني كذاب قال له: ده سعرها هنا كذا. فواحد من اللي قاعدين اهل البلد فهم ان سعرها فعلا كده في السوق، فقال له: انا اجيبها لك، على اساس انه هيكسب. راح السوق لقاها اغلى مما قال، فضاع ماله على الفاضي واتبذل مجهود على الفاضي وركب وبتاع، يبقى كده ايه؟ انبنى عليه ضرر لمسلم. فهذا النوع ايضا قد يصل الى درجه الحرمه اذا كان فيه ضرر بالغ، ويبقى مكروه ان كان فيه ضرر بسيط. فهمت ازاي؟ فدي كل دي امثله للكذب وانواعه. اما الحرام الذي عليه هذا الوعيد، الكذب بقى المحرم بقى اللي هو ايه؟ هيبقى بالكلوب وشتكه، ده هو ده بقى النوع اللي ايه؟ اللي توعد به في الحديث. واما الحرام الذي عليه هذا الوعيد العظيم فهو العامد للكذب بلا عذر مما تقدم ولا مما يشبهه، وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: لا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يسمى عند الله كاذبا. وهو الذي يقول ضد الحق عامدا لذلك. وقد جاء أن الرجل يحاسب على الكذيبة، وهي أن تنفلت منه دبته فيروم أخذها فلا يطيق ذلك، فيخرج لها التعليقة التي كانت تأكل فيها العلف ليريها أن بها علفا وليس فيها شيء، فتأتيه فيأخذها. فإذا كان السؤال عن مثل هذا فما بالك بغيرها؟ يعني لو كذب على الدابة وجاب لها الايه الوعاء اللي بيحط فيه الاكل بتاعها وهي عارفه شكله، ويروح ضمه كده ويقول لها تعالي على انها هتاكل، فتيجي تقرب يروح ماسكها وهي ما فيهاش علف، يبقى كده يحاسب على هذا. كذب على دابه فما بالك لو كذب على الانسان؟ فهمت بقى؟ فده كل ده ربنا ينجينا منه. وعشان كده حتى من ضمن الكاذبات اللي ربنا يكتبها، لو قالت المرأة لابنها: اسكت وأعطيك مثلا حاجة حلوة، تمرة مثلا، فسكت، فإن لم تعطيه كتبت كذبة، فإن لم تعطيه كتبت عليه كذبة. فناخد بالنا من مثل هذه الأمور. وكلما كان الإنسان كثير الكذب كلما كان رؤيته غير صادقة. يشوف بقى أحلام وتبقى رؤية غير صادقة. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فكل ما تكون صادق رؤيتك تبقى صادقة، كل ما تبقى مخلط تبقى رؤيتك مخلطة، كل ما تبقى كذب كل تبقى رؤيتك كذبة. وده اللي يبين لك معنى الناس اللي يشوفوا رؤى
وتطلع على خلاف الواقع لأنه كذاب أصلا. فهمت إزاي؟ فالعيب فيه مش العيب في الرؤية، الرؤية دي من جنس الوحي، لكن العيب في الرأي. واضح؟ أيوة يا شيخ. ما هو كذب تعريض برضو، لا يجوز الكذب إلا في الإصلاح بين الناس أو على الزوجة أو في الحرب، دي من باب التعريض، كذبات في الظاهر لكنها تعريض، ما هي مباح. وإذا كان الإصلاح بين الناس برضو إيه يكون مستحب، لكن برضو من باب التعريض وليس من باب الكذب الصرف، لازم يقول كلام يحتمل معنيين. فهمتني؟ وعلشان كده لازم برضو نفس الحكاية في الإخبار عن الجيش، ممكن يعرض يقول انا والله ما اعرفش، ده هم كانوا ساعه ما سبتهم 100، وهو يعتبر ال 100 اللي يعرفهم اصدقائه بس، ما يعرفش، ما يقول كتيبه 5000. فهمت ازاي؟ فله ان يعرض. فكل ده جائز، وهي عايزه ذكاء على فكره، ما فيش واحد يعرف يستعمل التعريض الا اذا كان نبيه، لازم يكون عندك نباهه وفطانه وسرعه بديهه. فهمت؟ علشان تخرج من الموقف وتكون نيتك انك ما تبقاش كذاب عند الله، يقوم ربنا يلهمك الاجابه. طالما انت نيتك مش عايز ترضي بربك، تبص لاي ربنا يلهمك الاجابه العجيبه اللي ما تخطرش على بال حد. فهمت بقى؟ وعشان كده سيدنا ابراهيم لما قال كذبت 3 كذبات كانت من باب التعريض. سيدنا ابراهيم لما قال فعلوا كبيرهم هذا، واخد بالك، واشار للصنم اللي ما كسرفوش، فتحتمل كبيرهم هذا اللي اصبعه اللي مسك بيه البتاع، وفي نفس الوقت التانيين افتكروا ان هو بيتكلم على الصنم، وقال لهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون، صوابع بره ما بتنطقش وده ما بينطقش. فهي الحكايه ماشيه، مفيش كذب في الحقيقه، لكنه ده من باب التعريض. ولما قال لو سالك الملك من انا فقولي اختي، كانت اخته في الاسلام وفي الدين وهي زوجته، فكان برضه من باب التعريض. وبعدين لما قال لهم اني سقيم، يعني سقيم من افكاركم، مريض من افكاركم وعباداتكم. فهمت ازاي؟ هم افتكروه مريض يعني في جسمه. وهكذا بقى كتير من هذا النموذج. وفيه دليل على أن لأصحاب المعاصي عذابين، عذاب في قبورهم وعذاب آخر يوم القيامة. وقول الذي رأيته يشدخ رأسه، خلينا دي بكرة بقى إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.